بيقعد دلوقتي يرجع شريط الذكريات اللي ابتدى من قايتباي في حي الجماليه، مرورا باسكو، مرورا بالمقاولين العرب، بالاسماعيلي، بمنتخب مصر. مين النهارده اللي الكابتن حمدي عايز يقول له شكرا؟ انا كابتن بقول شكرا لكل الناس اللي بتحترمني وبتقابلني مقابله كويسه في كل حته كابتن الواحد بيروحها، واول ما بيسمعوا على اسمي يعني فالناس بتقابلني مقابلة كويسة، وهو ده اللي أنا استفدته. طبعاً بشكر كل اللي وقف معايا وساعدني، مدربين لا أنسى أبداً الشيخ طه إسماعيل والكابتن بدر عبد الفتاح واللواء عبد المنعم الحاج وكابتن فؤاد صدقي وكابتن إبراهيم الوحش، لا أنسى كابتن أنوس وكابتن شحتة وكابتن عربي. مش ممكن أنسى حد اسمه قينون من المدربين بتوعي وكابتن شلش. مش ممكن انسى الماضي، وانا سعيد كل السعاده وراضي كل الرضا بمحبه الناس ليا، هو ده اللي انا كسبته. واحنا جينا النهارده كابتن حمدي علشان نقول لحضرتك شكرا من القلب، شكرا على مسيره طويله مليئه بالعطاء والانجازات، وجينا النهارده علشان نكرمك ونرد لك جزء ولو بسيط من الجميل. كابتن اسامه انا طبعا بشكرك جدا وبشكر قناه النادي الاهلي، وطبعا بشكر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بشكركم جدا على ان انتم شرفتوني وكرمتوني. وبالعرض وحمدي يحط جول جوه جول حمدي نوح، وفي الشمال لاسماعيل توتو، توتو اوفر عند حمدي نوح، وحمدي نوح شوط حلوة، جول الاول، جول جميل جميل جميل. كابتن حمدي احنا النهارده جينا نقول لك شكرا، شكرا من القلب على مسيرة طويلة، مسيرة رائعة مليئة بالانجازات، جينا النهارده نكرمك ونرد لك جزء من الجميل. ولفتة طيبة كمان النهارده موجود يعني نجوم الجيل الحالي في المقاولين برضو موجودين معانا في التكريم، وعلى رأسهم طبعا كابتن عودة، علشان نقول لك كلنا النهارده شكرا. أشكرك. سعدنا برضو يا كابتن حضرتك يعني تمضي لنا هنا على الكورة. فرحتونا كتير مهما عملنا